على ذكر الفيديوهات، انا هوند عجبني جدا واكيد عجب ناس كتير من حضراتكم ان اللي قدمه للجمهور هو التونسي علي معلول اللي ظهر بصوته في الفيديو التقديمي لكريستو اثناء ترحيبه باللاعب في النادي الاهلي نادي القرن زي ما معلول قال في هذا الفيديو، وقال لكريستو كلام كتير حقيقه مهم جدا، قال له انت هنا في مكان كبير وكل شيء فيه مختلف، وقال له كمان جمله في منتهى الاهميه، قال له هذا هو المكان الذي ستحقق فيه كل احلامك، هنا ستشعر بحب ودعم اكثر من 70 مليون مشجع اهلاوي، التحديات كبيره والطموحات حدودها السماء. الحقيقه فكره ان صوت علي معلول بصفه خاصه هو اللي يظهر في هذا الفيديو التقديمي لكريستو فكره عبقريه طبعا اكيد كلنا بنحيي صاحبها عليها. معلول في الفيديو ده كمان وجه رساله حماسيه لكريستو عشان يقدم افضل ما لديه من اجل مساعده النادي الاهلي على تحقيق البطولات والحصول على كافه الالقاب. والله طيب احنا بنتفرج الواحد سعيد ان كمان دي فكره حلوه قوي يا كريم طبعا من موقع النادي الاهلي ان هو يخلي علي معلول طبعا من نفس البلد طبعاً. ان هو اللي قدمه لجماهير النادي الاهلي رسائل كمان اللي علي معلول اتكلم عنها وحديثه عن جماهير الناس النادي الاهلي وان هم هيكونوا داعمين ليك وانت ده بالنسبه لك فرصه كبيره ومن تونس جاي على الجزيره، يعني اعتقد كلها رسائل حلوه جدا. وعايز اقول لحضراتكم الفيديو ده محقق نسبه كبيره جدا جدا مشاهدات على اليوتيوب وعلى عامه المواقع المختلفه، ناس فرحانه الروح دي بدايتها حلوه جدا طبعاً. نتمنى التوفيق طبعا لكريستو.